خيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم وفي محبتكم وقد أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل الأمين جبرائيل تحت التساء وقال إن الله أوحى إليكم يقول إنما عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام أخبرني يا رسول الله ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ليس الكلام يفي بنعت صفاته فبحقه صلوا عليه وآله. نعرہ تکبیر سارے مل کر جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری یا سارت الحسین یا سارت الحسین
اس سے پہلے کہ میں خطاب کی دعوت دوں الحاج فاضل اول صاحب کو، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم زیارت کر رہے ہیں ایک ایسے چہرے کی جس نے اپنی زندگی کی وقف اس گھر کی خدمت پہ، جس گھر کی خدمت کرنا سنت حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جن کا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جنہوں نے نہ موت کی پرواہ کی نہ زندگی کا کچھ سمجھا اور اپنی زندگیاں وقف کی اس حرم کے لیے جس کی زیارت آپ کے لیے اور میرے لیے سعادت ہے۔ آپ پر ہم پر ان کا احترام ایسے ہی واجب ہے جیسے ہم اپنے کسی بزرگ یا باپ کا کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قبلہ الحاج فاضل اول صاحب سے وہ آپ سے خطاب فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ صدق الله العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين۔ السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ونحن نعيش هذه الأيام المباركة من شهر شعبان المعظم، شهر ولادة الأقمار المحمدية سلام الله عليهم، والذي تميز بولادة رجال كانوا وما زالوا عظماء التاريخ ومن أبطال الإسلام، وقد عرف أولهم بسيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وثانيهم عرف بالإيثار وتميز بالشجاعة والصمود العقائدي، واشتهر بباب الحوائج أبي الفضل العباس قمر بن هاشم عليه السلام، وثالثهم عرف بالعبادة وسيد الساجدين الإمام زين العابدين، ورابعهم كما قال أبوه الإمام الحسين عليه السلام: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه وهو علي الأكبر عليه السلام، وخامسهم الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد و آل الطیبین الطاہرین، السلام علی فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مبارک مہینے ماہ شعبان جس میں خاندان محمد کے روشن چاند کی آمد ہوئی، جن کی ولادت تاریخ کا ایک عظیم پہلو ہے، سب سے پہلے سیدین نوجوان اہل جنت کے سردار و امام حسین علیہ السلام، اور دوسرے جو شجاعت کے پیکر جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے ابو الفضل عباس، اور تیسرے سید الساجدین امام زین العابدین، اور چوتھے جو کہ شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی اکبر علیہ السلام ہے، اور پانچویں امام مہدی آخر الزمان پر محمد و آل محمد صلوات۔ ولد الإمام الحسين عليه السلام السنة الرابعة للهجرة في المدينة المنورة، واستشهد سنة 61 للهجرة في معركة الطف يوم عاشوراء من شهر محرم الحرام، ودفن جثمانه الشريف في مدينة كربلاء المقدسة، والتي تشرفت بضم الجثمان الطاهر وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام، وأصبحت هذه المدينة من المدن المقدسة والمعظمة المباركة بهذا الشرف العظيم، وسنويا يقصدها أكثر من 65 مليون زائر لزيارة سيد الشهداء وأخيها بالفضل العباس عليهم السلام من مختلف أنحاء العالم ومن شتى الأديان والمذاهب، ويزداد هذا العدد كل عام بعد عام۔ ولادت امام حسین علیہ السلام سن 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی، اور شہادت سن 61 ہجری معرکہ طف میں روز عاشور کو ہوئی، جو کربلا مقدسہ میں مدفون ہوئے، اور اپنے بھائی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ، جن کی زیارت کرنے کے لیے ہر سال کربلا میں 65 ملین سے زائد زائرین دنیا بھر سے مختلف مذاہب سے آتے ہیں۔
لقد ثار الإمام الحسين عليه السلام بوجه الظلم والطغيان وتوجه إلى كربلاء ليحقق العدل والسير على نهج رسالة جده الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال سلام الله عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي والسير على نهج الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے جنہوں نے کربلا کا رخ کیا اور ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور حق و باطل کا فرق بتایا اور اپنے نانا کا پیغام تمام امت مسلمہ تک پہنچایا اور ان کی اصلاح کی. ان الامام الحسین علیہ السلام وارث الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وان القرآن الکریم هو الوثیقہ الالہیہ العظمى والذی اشار الى سید الشهداء في العديد من الآيات ومنها آية التطهير في سورة الأحزاب وآية المباهلة في سورة آل عمران وآية المودة في سورة الشورى. امام حسین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں جس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، مثال کے طور پر آیت تطہیر جو سورہ الاعزاب میں ہے اور آیت مباہلہ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات قرآن میں ان کی شان میں نزول انشان نزول میں آ چکی ہیں. ان الامام الحسین علیہ السلام هو سید الشہداء و سید شباب اہل الجنہ باجمع المحدثین وهو من نسل ذریۃ الرسول الاکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وهو أحد الذين باهل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران، وهو أحد أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهو من الذين أمر الله سبحانه وتعالى بمودتهم، إذ قال جده الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم فيه: حسين مني وأنا من حسين. وقال في مورد آخر: الحسن والحسين أبنائي، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله، ومن أبغض الله أدخله النار. وقال أيضا: الحسن والحسين إمامان قاما وانقعدا. دنیا بھر کے تمام محققین کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک عظیم ہستی اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں جو کہ ریحانہ رسول اکرم ہے اور جن کا شمار اصحاب قصا میں ہوتا ہے. آیا تطہیر اس بات کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان کی مودت میں، اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. امام حسن اور حسین علیہ السلام میری اولاد ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ جنت کا حقدار ہے، اور جو ان سے ادا رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے ادا رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا سے ادا رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے، اور جس کا مقدر صرف اور صرف دوزخ کی آگ ہے. لذا فواجب على كل مسلم ومسلمة من آمن بالله وما أنزل على رسوله الكريم أن يلتزم بما سار عليه أئمتنا الميامين من العترة الطاهرة من خلال نشر المحبة والسلام وترك النفاق والضغينة والثبات على منهج محمد وآل محمد. ہم سب پر یہ واجب ہے کہ ہم آئمہ طاہرین کے راستے پر چلیں، پیار اور محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور منافقین اور حرام سے دور رہیں، اور آپس میں مل جل کر بھائیوں کی طرح رہیں. جئنا من مدينة كربلاء المقدسة ومن مرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام لنشارك فرحة الملايين من الشعب الباكستاني من محبي أهل البيت عليهم السلام، وذلك بمناسبة ولادة الأقمار المحمدية في شهر شعبان المعظم. ہم شہر کربلا مرکز سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے بھائی ابو الفضل عباس علیہ السلام سے لاکھوں پاکستانی عوام کی خوشی میں شریک اس مبارک مہینے ماہ شعبان میں آئے ہیں، اور آپ سب کو اس مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
ولقد فوجئنا بالحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف عدد من مصلي صلاة الجمعة في مدينة بيشاور، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم. وقد استنكرت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والمتمثلة بسماحة آية الله العظمى والمرجع الديني الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارث العمل الإرهابي الذي استهدف وحدة المسلمين من قبل الجماعات المتطرفة والقاسية قلوبهم. لذا نقدم التعازي وجليل المواساة إلى مقام الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والعالم الإسلامي، وإلى الشعب الباكستاني وذوي الشهداء من مدينة بيشاور الباكستانية. نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحشرهم مع سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين وأصحابه. ونسأله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، إنه سميع مجيب. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ہمیں بہت صدمہ پہنچا جب ہمیں سانحہ پشاور کے بارے میں پتا چلا کہ جس میں متعدد نمازی شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے. مرجع عالی سماعت السید علی الحسینی السیستانی اس دہشت گردانہ واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ ایک ڈرپوک ذہن کا کام ہے جو تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے. ہم تمام مرجع اعظم کی طرف سے امام آخر زمان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شہداء کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے، زخمیوں کو جلد سے دیاب عطا فرمائے، اور شہداء کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی روحوں کو تسکین عطا فرمائے. کل الشکر والتقدیر للأخوة والأقارن القائمين على هذا البرنامج السنوي المميز بكل تفاصيله، لا سيما جهود المبذولة من قبل الأخ خادم الإمام الحسين عليه السلام جوهردي جودري فروخ رضا وأولاده الأفاضل لإقامتهم هذا الحفل في هذا المعلم المبارك ألا وهو قصر الإمام الحسين عليه السلام. والشكر موصول للحاضرين الكرام على تواجدهم المبارك، وما هو إلا تذكرة لنا بليلة الأول من محرم الحرام، حيث نرفع الراية المباركة بكل عام على قبته الذهبية، واليوم نرفعها بين شيعته ومواليه في قصره بدولة باكستان وفي مدينة جوگری تحديدا. ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ جن احباب نے اس سالانہ جشن کا اہتمام کیا، اور بالخصوص ہمارے بھائی خادم امام حسین علیہ السلام جناب چودھری فرق رضا اور ان کے فرزندان کے، جنہوں نے اس عظیم و شان محفل میلاد کا انعقاد کیا اور قصر امام حسین علیہ السلام میں یہ رونق سجائی اور یہاں پرچم کشائی کروائی، اور تمام محبان اہل بیت کو کربلا کی پرچم کشائی یاد کروائی. اسی طرح کہ جس طرح ہم کربلا میں حرم سید و شہداء میں پرچم کشائی کرتے ہیں، برادر چودھری فرق نے بھی اسی طرح پرچم کشائی کروا کر کربلا کی اس پرچم عظیم پرچم کشائی کی یاد تازہ کروائی ہے. اس کے لیے ہم ان سب کے مشکور ہیں. كما ونقدم شكرنا لكم جميعا على حفاوة استقبالكم لخدمة الإمام الحسين عليه السلام وحسن ضيافتكم، سائلين العلي القدير أن يبعد عنكم وعن بلادكم وسائر بلاد المسلمين كل سوء وبلاء بحق سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم نهايتي شكر گزار ہیں ان تمام احباب کا جنہوں نے ہمارا استقبال کیا، آپ لوگوں کا جو یہاں پر تشریف لائے، جنہوں نے یہ رونق بن سجائی، جنہوں نے یہ محفل سجائی، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب کا حامی و ناصر ہو اور ان سب کو اپنے زمانے رکھے. بحق کے سید و شہداء ابا عبداللہ الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا حسین، یا سارت الحسین.
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا حسين سيدي يا أبا عبد الله هذا نداء العقيدة من خدامك وأشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي نداء العقيدة في الخافقين حسين بيان الرسالات والأنبياء أطلت به للملاك وفاضت بناحر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين إله السماء اصطفى على العرش خط اسمه واجتبى حسين على الشمس يا يضيا ومن خاتم الأنبياء خطى يا دوحة المجد والعارفين وخامس أهل العبا طاهرين لأنت إمام بأمر السماء أطلت به للملا كربلا وفاضت بناحر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين حسين 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 صلاة عليك وألف سلام فأنت امتداد لخير الأنام وأنت الشهيد وأنت الإمام وفيض دمائك يجلو الظلام يا نفحة الروح والياسمين ويا جذوة العزم والثائرين فأنت العطاء وباب الرجاء أطلت به للملا كربلا وفاضت بناحر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة حسين حبى الله من قد حباك وطوبى لمن نال حقا رضا فنحن اهتدينا بفيض دماك ونحن اتبعنا بأمر خطاك يا فخر فطر سوى المؤمنين سنبقى نباهي بك العالمين وهذا صدى الخاتم الأوفياء كربلاء
حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين 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 صلوا على محمد وآل محمد صل على محمد نعم